في هذه الفقرات الفنية الخاصة بتراث البصرة التي عقبت مسير الفرق 13 المشاركة، انطلقت على ملاعب مدينة البصرة الرياضية بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات بنسختها الخامسة. بالنسبة إلى افتتاح البطولة الخامسة لغرب آسيا للرجال والسيدات، يعتبر حدث كبير خصوصا بعد غياب العراق في التنظيم لألعاب القوى من 79 إلى الآن. فالحمد لله يعني اختيار الاتحاد العراقي للبصرة، صحيح الأجواء شوي حارة، ولكن التجهيزات والأماكن وأيضا شعب البصرة بصراحة يعني أخجلنا من الحفاوة والتكريم. هذه البطولة ستكون البطولة الأقوى بعد عودة إيران إلى حضن غرب آسيا بعد أن كانت في وسط آسيا. الفريق الإيراني فريق قوي جدا، الفريق العراقي هو أقوى وأكبر الفرق مشاركة في هذه البطولة. نأمل إن شاء الله أن يكون هنالك تحقيق أكبر عدد من الميداليات لصالح الفريق العراقي، وكذلك في خطف إحدى الميداليات المؤهلة لأولمبياد باريس. اليوم الأول للبطولة شهد منافسات حادة بين المتسابقين في عدة فعاليات من أجل الظفر بالمشاركة في أولمبياد باريس المقبل، في حين أحرز المنتخب العراقي ذهبيتين وفضية بالإضافة إلى برونزية فعالية المشي للرجال. الحمد لله وشكر انه قدرت اجتاز الميداليه الذهبيه من بعد شويه معاناه من البلوك، لانه انا اشكو من اصابه بالركبه، فقدرت احافظ على الاصابه مالتي بس اجتاز السباق ال 100 متر واكون بالمرتبه الاولى. السباق جدا سهل بس ان شاء الله على السباقات المقبله اوعدكم اسوي تاهيلي باذن الله. وفان الشباب والله كان سباق حلو بسيط والحمد لله على كل حال رغم الاجواء شوية صعبة علينا. المرة كانت قوية ممتعة وإن شاء الله تشوفون أمتع بالنهاية ويكون أقوى من كذا ويكون أفضل وتنظيم ما شاء الله. أنا أهنيكم. الحفل البسيط للبطولة زينه الحضور الجماهيري الذي أعاد للأذهان الصورة المشرقة لعروس الألعاب العراقية التي تنتظر من يعيد الإكليل على رأسها. لقناة زاغروس الفضائي ستار المنصوري، البصرة.